معانا عبر الهاتف واحد ايضا من الاسماء الكبيره، واحد ضمن الجهاز الفني الرائع لفريق سموحه اللي كنت لسه بشيد بيه منذ لحظات، الكابتن الكبير كابتن احمد صالح مدرب عام فريق سموحه مع الكابتن الكبير كابتن عبد الحميد بسيوني. يا كابتن احمد مليون مبروك الفوز النهارده، والاهم الاداء الرائع للمباراه الثانيه على التوالي في جهاز فني جديد لفريق سموحه. تحياتي لحضرتك وتحياتي للمشاهدين بتوع حضرتك، ويا رب نتمنى كده دايما الانتصارات دايما لنادي سموحه وباداء ونتيجه يا رب. مش حاجه سهله انك تستلم فريق ماشي بشكل كويس، فريق سموحه مع الكابتن احمد سامي الفتره الماضيه، وتكمل على اللي عمله الكابتن احمد سامي، ومش بس كده نشوف اداء كمان هجومي ومتطور لنادي سموحه عشان يقدر يكسب الاتحاد بسهوله، ويقدر النهارده يضمن الى حد كبير الفوز على المصري، وكان ممكن يسجل اكتر من هدفين برضه باداء هجومي رائع جدا. اشتغلتوا ازاي الفتره القليله ديت عشان توصلوا بالمرحله دي بفريق سموحه؟ اول كابتن عبد الحميد دايما في شغله ما بيضغطش، ما بيعملش بريس، يعني ما بيضغطش على اللعيبه بشكل كبير، بيخلوهم يلعبوا نفسيا ان هم مرتاحين بشكل كويس. مثلا زي واحد زي مروان مثلا، بيخليه حتى لو هتضيع فرصه ما بيبقاش قلقان ان في جهاز هيتكلم معاه بشكل عنيف شويه، لا هو اهم حاجه ان انت تكون بتلعب بجديه، لكن حتى لو هتضيع فرصه او هتيجي تعدي بطريقه معينه او تحط ثرو باس بطريقه معينه، لا اعملها ما تقلقش، حتى لو هتتقطع ما فيش مشكله خالص، لكن يكون فيها جديه. شايل حمل عن اللعيبه بشكل كبير، مخليهم بيلعبوا باريحيه، ويمكن ده واضح على الاداء بتاع نادي سموحه يعني. لكن نتمنى الفتره اللي جايه كلها تكون نفس الاداء ونتيجه يا رب كده. مباراه الاتحاد عملناها نتيجه كبيره جدا واداء كبير واهداف كتير يعني، نتمنى كل الماتشات تكون فيها، لا مع ان المفروض ان انت بتلعب على 3 بونت تاخد 3 بونت، مش مهم بالنسبه لنا كمدرب حته الاداء، لكن اهم حاجه ان الثلاثه بونت دول اللي هيرفعوا الفرقه في جدول الدوري، يكون في المربع الذهبي في نهايه الموسم، لكن الجماهير بتبقى عايزه الاداء والنتيجه يعني. صحيح. بالمناسبه بما انك ذكرت مروان حمدي، فمتالق جدا المباراه الماضيه والمباراه النهارده، واكيد متالق الفترات اللي فاتت كلها، بس واضح من كلامك ان مروان من اللعيبه اللي بيبقى محتاج دايما تشيل الضغط من عليه، يعني لو شلت الضغط من عليه هيديك، لو اتضغط عليه ممكن يتاثر، مظبوط؟ هو مش مروان بس، هو معظم اللعيبه ما بيكون في ضغط عليه بشكل كبير، ما بيكون في مدرب كل شويه هو عارف ان المدرب هيعنفه او هيكلمه او هيقول له هتقعد الماتش الجاي مش هتلعب او ايا كان نوع العقاب يعني. لكن مروان لعيب كبير، لعيب بيأدي اللي عليه بشكل كبير جدا في التمرين، اللي بيطلب منه في الماتشات الاخيره بيعملها بشكل كويس. حضرتك كمدرب شايف ايه اكتر حاجه بتميز مروان حمدي؟ حته المجهود، هو بيشتغل مجهود عالي جدا، وحته الميزه بتاعته في السن يعني في 18 يعني يبقى موجود، مع ان احنا ما بنحتاجه ساعات، بيبقى في بعض اللعيبه تعبت فهتتغير، فبضطر ان انا عايزه يكون موجود في الملعب لان هو بيلعب بدماغه كويس، او ان يكون في راس حربه موجود في الملعب ممكن يخليه يشتغل طرف شويه ربع ساعه او 10 دقائق او على حسب التغيير يعني نفسه، فبيأديها برضه بشكل كبير يعني. لكن هو بيأدي بشكل كويس مع الكابتن عبد الحميد بس هنا او مع الجهاز ده، لان هو مرتاح نفسيا بشكل كبير يعني. صح. الحفاظ على المركز الرابع او التواجد في المربع الذهبي، معاكم منافسه كبيره جدا من انديه زي فيوتشر وفاركو وانديه اخرى، عاملين حسابكم على ده وعايزين تجمعوا اكبر عدد من النقاط الفتره اللي جايه؟ لا، ده طموح للجهاز والكابتن عبد الحميد، وطموح للعيبه. لعيبه مميزه جدا، لعيبه محترفه بمعنى الكلمه، بتأدي اللي عليها بشكل كبير. ان شاء الله باذن الله ناخد كل مباراه كده، احنا خلاص خلصنا 3 بونت النهارده، احنا كجهاز نسيناهم، عندنا ماتش ودي بكره للناس اللي ما بتشاركش خالص يعني، ما خدناش راحه. عايزين نتعب عشان ربنا في الاخر يكافئنا بالمركز في المربع الذهبي اقصد يعني، ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. كابتن الكبير كابتن احمد صالح مدرب عام فريق سموحه، انا بشكرك شكرا جزيلا. سموحه المتواجد حاليا في المركز الرابع بثلاثه و30 نقطة بأداء رائع مع الكابتن أحمد سامي، وأداء رائع بعد الكابتن أحمد سامي مع الكابتن الكبير أيضا كابتن عبد الحميد بسيوني.